واحد بيقول انا احب القراءه كثيرا لكني اريد ان استشير قداستكم كيف استطيع ان اقرا القراءه التي تجعلني اخذ الكتاب كدراسه واحفظ ما به، حيث انني احيانا اشعر اني نسيت كل ما قرات. وطبعا اولا لازم تقرا في عمق وبفهم وتشوف الايات اللي بتاثر فيك وتخططها او تنقلها في نقطة عندك. انا زمان وانا شاب صغير كنت بعمل كده، كان عندي نقطة اكتب فيها الايات التي تؤثر في واقراها بين الحين والاخر، فاعمل كده. وايضا اقرا الاسفار التي تترك في نفسك تاثير روحي، وخد الروحيات التي فيها. في حاجات كثيره جدا في الكتاب المقدس تلاقي لها تاثير روحي كبير، مش المهم كثرة القراءة، إنما المهم تقرأ قليل وتستفيد منه وتعرف المعاني الروحية اللي فيه وتطبق المعاني دي على نفسك وتشوف إيه اللي ينقصك وتخش في تدريب روحية على قدر ما